نيران تلتهم تاريخ الإسكندرية وحريق هائل بمطعم شهير بمنطقة محطة الرمل، وتأكل النيران كل ما فيه وتصل المحل المجاور. تفاصيل لحظات مؤلمة عاشتها الإسكندرية صباح اليوم وغيرها كتير من الحوادث التي تشهدها محافظة الإسكندرية هذه الفترة في تغطيتنا الآن. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. حريق هائل اندلع في الساعات الأولى من اليوم السبت 22 يوليو بمحافظة الإسكندرية بأحد المطاعم الشهيرة بمنطقة محطة الرمل التاريخية، وتوجهت قوات الحماية المدنية على الفور لموقع البلاغ في محاولات استمرت الحقيقة حوالي ساعتين ونصف للسيطرة على الحريق وأيضا لمنع انتشار المحال المجاورة. للأسف سيطرت النيران على مطعم شهير لبيع الحلويات ومنتجات الألبان، والتهمت النيران جميع مشتملات المحل من ثلاجات وغيرها من المعدات. ولم تقتصر النيران على هذا المطعم فقط، فقد أصابت أجزاء من المطعم المجاور له، كما تصاعدت أيضا النيران لتلتهم أجزاء من صالة العرض الخاصة بسينما ستراند التاريخية بالإسكندرية والتي توجد أعلى هذه المحلات. لم يسفر عن الحادث وقوع أي ضحايا، وقامت قوات الدفاع المدني والحريق بالسيطرة على جميع النيران وإخمادها وتبريد المباني المجاورة أيضا. ودفعت قوات الحماية المدنية بسبع سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وذلك للسيطرة على النيران. أما عن جهات التحقيق فتبشر مهامها للوقوف على أسباب هذا الحادث الشنيع. وتم حريق أحد المطاعم بشارع سعد زغلول ومنطقة محطة الرمل، ومن التحريات المبدئية أظهرت أنه ماسا كهربائيا تسبب في نشوب الحريق في المطعم، وهو الذي أدى لأشعال النيران وتصاعد ألسنة اللهب لكل المنطقة. تم فرض كردون أمني لحماية المواطنين وأيضا لإخماد الحريق وتبريد هذه المباني المحيطة لحين التأكد من إخماد النيران جميعها وعدم نشوبها مرة أخرى. وتم تحرير محضر بالواقع، واختارت النيابة التي تتولى التحقيق وذلك بعد تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية اختارا من قسم شرطة العطارين بيفيد بوقوع حريق بمنطقة محطة الرمل داخل مطعم شهير. وشهدت أيضا الإسكندرية حادث آخر منذ يومين، حيث سقطت سقالة بأحد العقارات بشارع أحمد صبري بوسط الإسكندرية، وأسفر سقوط هذه السقالة عن وفاة عاملين، أحدهما توفى في الموقع والآخر في المستشفى الميري بالإسكندرية. تلقت أيضا مديرية أمن الإسكندرية اختارا من قسم شرطة الجمرك ويفيد بمصرع شخصين أثناء عملهم بأحد العقارات اليوم الخميس السابق، وعلى الفور توجه ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع عاملين بسبب سقوط السقالة أثناء ممارسة مع عملهم بواجهة أحد العقارات بالجمرك وسط الإسكندرية. حيث توفى العامل الأول في موقع الحادث والثاني توفى عقب وصوله إلى المستشفى الميري، وأمرت النيابة بنقل الجثتين للمشرحة وأيضا الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الوقع. ومن الحوادث التي شهدتها محافظة الإسكندرية ذات اليوم هو حادث إصابة 56 طفل بالاختناق داخل حمام سباحة خاص بالإسكندرية، وتم إسعاف 15 طفل على الفور. أكد أيضا مصدر طبي بالمستشفى الجامعي الرئيسي بمحافظة الإسكندرية استمرار نحو 41 طفل بالمستشفى تحت الملاحظة، وذلك بعد تعرضهم للاختناق نتيجة استنشاق غاز الكلور داخل حمام سباحة خاص بشارع طيبة بمنطقة سبورتينج شرقي بمحافظة الإسكندرية. أيضا وضح مصدر طبي آخر أن أغلب الأطفال المتواجدين داخل حمام السباحة تعرضوا للاختناق نتيجة استنشاق الكلور، وأشار إلى أن بعضهم تم إسعافه داخل حمام السباحة على الفور والبعض الآخر تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة. مشاهدينا هكذا التهمت النيران مطعم محطة الرمل، ولكن كان الأهم عدم وجود إصابات أو خسائر بشرية، لكن لقى عاملين على سقالة حتفهم أثناء تأدية عملهم، وذلك في نفس اليوم الذي تعرض فيه 56 طفل في الإسكندرية للاختناق من استنشاق الكلور داخل حمام سباحة.
هذه كانت أهم الحوادث التي شهدتها محافظة إسكندرية خلال هذه الفترة. ما زلنا نتابع مع حضرتكم كل جديد وقت.